لو الساعة عدت 12 بالليل ما تكملش الفيديو، هكلمك على أخطر فيلم سبب مرض نفسي لناس كتيرة جدا. الفيلم ده أنصحك ما تعملش بحث عنه. هتيجي تقولي ليه؟ لأن لو بحثت عنه غصب عنك هتتفرج عليه. الفيلم ده اسمه زنان. قبل ما أكمل الفيديو لايك كومنت متابعة دلعني يعني. المهم عز مشاهد، فيلم زنان ده سبب مرض نفسي لناس كتيرة جدا. ناس كتيرة بقت بتتعالج نفسيا بسبب الفيلم ده. الفيلم ده اتمنع من دول كتيرة جدا. الفيلم ده في نصه لازم وانت بتتفرج عليه يحصل لك حاجة غريبة، والحاجة اللي بتحصل لك دي ناس كتيرة قوي بتقول انها بسبب تعويذة اتقالت في الفيلم، والتعويذة دي انت هتقولها في سرك وغصب عنك عشان كده هيحصل لك الحاجة دي. فيلم زنان مش مجرد فيلم طبيعي، فيلم زنان هدفه الاول والاخير انه ما يخلكش تعرف تنام ابدا. عايز اقولك ان مفيش حد دخل تحدي انه يتفرج على الفيلم ده لوحده الا لما خلصه وهو مريض نفسيا. ولو انت مفكر نفسك جامد اتفرج على الفيلم لمدة 10 دقايق وتعالى اكتبلي في الكومنت حسيت بايه. اه صحيح، نسيت اقولك زي ما وصلك كده،